رئيس التفتيش العسكري في الجيش الكويتي اللواء الركن محمد أحمد الخضر أشاد بالتعاون العسكري التاريخي بين الكويت ومصر، مشيرا إلى أن هذا التعاون بناء في تطور مستمر. وخلال مشاركته في حفل مكتب الاتصال العسكري بالسفارة المصرية لدى البلاد في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، قال اللواء الركن الخضر إن الجيش الكويتي يستفيد دائما من خبرة ومهارات الجيش المصري وفي كافة أوجه التعاون العسكري. بارك ونهنى قيادة وحكومة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة على قلوب الكويتيين، مستذكرين دائما مشاركة الجيش الكويتي الملحمة مع أخواني في الجيش المصري واللي امتز الدماء والأرواح في سبيل تحرير أرض مصر، أرض الكنانة الحبيبة. ونتمنى دائما التوفيق والنجاح والازدهار والتقدم لجمهورية مصر العربية. التعاون العربي مع مصر في حرب 6 أكتوبر أو بدءا زي ما حضرتك قلت من بدءا من حرب الاستنزاف، ده تعاون دل على إحساس الأمة العربية بعمق الرابط مع مصر، وإن مصر لازم كل العرب يبقوا معاها في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لها.